غادي فيلم ولا سيرين كثير يحبوا يطرحوا لك بعض الاسئله خفيفه لو يتسع صدرك. قال هذا أيمن لامي: لقد رأينا وقوف المناصرين مع ناديهم وبرهنوا أنهم يضعون حياتهم في خدمة المولودية، نتمنى وقوف اللاعبين القدماء فأين هم في ظل ما يحدث لألوان واسم هذا النادي العالق. في كلمتين فضيل. معليش يعني هاد لا كيسيون. شوف في كلمتين، مولودية بشعبها توجور واقف معها مهما كان، فهمت؟ واللاعبين القدامى اي سون با لا بيان فولو. صلاه النبي هاي لك في كلمتين. بارك الله فيك. اسمح لي فضيل نعاود ربما تصريحك في على قناه احد القنوات الخاصه، مريت وكنت تكلمت على لقاء اولمبي الونزا وما حدث من كما نقولوا حنايا التخلاط باش الناس يروحوا ويجوا ناس. دونك الميساج كان مفهوم جدا. كاين كثير السؤال هذا تلح علينا كثير 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 وطرحوه، قال لك بوركوا اتوندر 12 ans pour dénoncer le trucage du match. كاين بزاف ديال الناس قال لك اتوندر 12 ans. قولوا كي تكون، انا نقولهم الناس هذو كي تكون انت وليد الفريق، لو كان تحضر يعني حنايا اوتونك احنا ما كناش على بال، انا واحد من الناس انا ما كنتش على بالي حتى وين خلاص الماتش على كل حال بوندون او كور دو ماتش. نعم فهمتني، او كور دو ماتش لي فقت لي مركت، فهمتني؟ انا واحد من الناس وتكلمت وهضرت. قولوا له كان هضرت هذاك الوقت انايا، انا نهضر على نفسي فضيل الحجاج، كان هضرت هذاك الوقت قولوا انا ناديجا كانوا كنت نروح معاهم، فهمتني؟ واش درت واش قلت راح يصرا والو، فهمتني؟ حتى ولو صرحت لن يتغير شيء، ها فهمتني؟ انا على بالي قولوا يا اخي، والناس اللي تقول هذا قال لك موطناشن شنو يقولوا. انا كنت نلعب في الماتش هذاك وما كنتش على بالي حتى من بعد باش فهمت باللي، ومن بعد قولوا ماشي قالت من بعد واش فهمت ثاني في لاسمان تاع اللي جات موراها، فهمت باللي كان فابرو هذاك الوقت فضيل، كان فابرو المدرب نتاعو. وبعدين فضيل بدون ذكر الاسماء ربما معليش، من بعدين الاداره اللي كنت اللي كانت انا ذاك مشات وجاو الناس الاخرين بعد لقاء الونزا، جاو الناس الاخرين تما وصلوا للاوبجيكتيف تاعهم. يا شاني نقول لك انا في هذاك ما يقول لك 12 سنه، تما انا كي نجي نهضر كي فودير فوضي الحجاج اليميني كلامو اليميني تولي انت ماشي مليح، صح فهمتني؟ ماشي زعما نهضر انا ما حبيتش نضر الفريق، نقدر نقسمو تقدر تقسموا تما الفريق، صح ولا لا؟ تما الى راحت كبيره صح. وانا انتقلت تما كاين واحد لاعبين وكانوا لاعبين كبار، ما هو فهمتني؟ كانوا عندهم مستوى وعندهم الاخرى ولاعبين في فرق كبار، انت كانوا مشاركين في هذا حيصدقوك انت كلاعب يعني ان جون جيت ان جون جوار جافي، فهم كيفاش؟ نعم 5 ans فهمتني؟ نعم على ليبوك بارمي دوطر جوار. دونك انت يا وحده تخرج من باب ضيقه باب صغيره ويقول لك شوف واش دار وخلط في المولوديه على حساب واش ويصبر. وانا الحمد لله اللي كان عندي العقل ونقول له بلي ما هضرتش في هذاك باسكو كانت ماشي نقسم المولوديه، دونك نقسمها ونزيد انا نولي ماشي مليح. نعم ربما اسمح لي فضيل، حال حادثه تاع حادثه الملاهي والناس راح السهره الى اخره، وبقى ديطاي بزاف لهنايا نظرا لضيق الوقت للاسف. فضيل ربي الرئيس مجلس اداره قال باللي ما نسمح لهمش ربع لي جوال وسيفيني لو كونطرا في المولود يوم يزيدوش يلبسوا قميص الفريق، بعدين تشوف ربي يدخل في كون بلاسون كان في الاحتياط ودخل ولعب اساسي، هل تشوف هذا الشيء طبيعي؟ دوك نقول لك شوف انا نعاودو نولو لا جيستيون، نعاودو نولو المسؤولين. المسؤول نتايا كي يجيبوا لك خبر سخون لازم ترياجي تمتم، لازم تحاتوزنو، لازم تقرا، لازم تشوف علاش، لازم تعرف الاسباب، فهم كيفاش؟ نعم. ما تقدرش تخدي كلاري ديريكتومون باش تردي، انا نعاود نولي باش نردي الشعب، نردي السيبورتي تاع مولوديه، مولوديه ما يسحقوش تترديهم، فهم كيفاش؟ كلش باين. صح. فهم؟ مولوديه الشعب تاع مولوديه يحوسوا واحد دار زين اللي كونت يبخون لي ديسيزيون يبخون لي ديسيزيون فيرم، ماشي هذاك عشوائيين. هيا هضر ديريكتومون بعد يتراجع. هكذا على الكلام ديالو باسكو علاش جا المارطو من الفوق قالوا له تراجع، فاهم كيفا؟ نعم. على بيه نولوا الامر دو جيستيون، الناس ما رايش على قد المسؤوليه تاعها ولا قد المولوديه هذه. انا هذوما الناس اللي راحت تسهر، يعني هو
ايام واحد اخرى الله يسهل عليه، صار كيما يحب، هذه سي صافي بريفي، عرفتي كيفاش، لي نعم جوار دو موند اونتي يطاروا يروحوا صح فهمتني. صح مي نعم امر حاجه انا وش وضحت عليها وهدرتها. شوف انت جيت من كوب لا تشامبيونز ليغ افريكان اليميني واحده هكذا، اللي نعم دارك الماتش في ملعب 5 جويه بلا ما نروحوا للمغرب، عارفين كيفاش نعم للمغرب، نجي نروح للسي اس كونستانتين هكذا نخسر تما، لعبنا بثلاثة نعم هكذا. نعم الخميس كانوا في وهران هكذا. شوف وشحال كاين من الجي كونستانتين، كونستانتين او الجي، الجي اورون، وعاود تلعب بالسبت صح هكذا، مانيش غلط. نعم انا من الباب اللي نلوم اللاعبين، مي حاجه واحده اخرى ما نقدرش نلومه، سي صافي سي بريفي صافي بريفي فهمتني، نعم حاجه دونك يجي لي زونطرينمون في الوقت ما يديرش الروطار، الروندمون تاعو افيكاس فهمتني، وكاين ان ريغلومون انتيريور فهمتني، نعم بلوس لافنون اللي دار بولو، دونك لهنا ما يديروش لي زافنون، ما يديروش ريغلومون انتيريور ديال ديبي سيزون، ولا داروه ما يعرفوش، يا يرخيوه يا اليكستريميتي، فاهم؟ صح علاش نقول لك انا هاد الناس هادوما اذا راح ما تروحش في هذيك لا بيريود، فاهم؟ هذا الشعب تاع مولوديه شغل تستهزأ به، استهزيت بالفريق واستهزيت بنفسك انت، في فاهم؟ مئويته استهزيت بنفسك نعم فوالا، صافي واستهزيت صافي فريمون بنفسك، مالنا ما يشرفكش، ما يشرف عائلتك، ما يشرف الفريق، ما يشرف كرة القدم الجزائرية يا خويا. الناس زمان كان يقول لك ماشي العيب يتسرق، العيب كي يحكموك تسرق، صح ولا لا؟ صح 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 انت صح فاهم، فضيل صح صح فضيل ولا صح لا؟ لا صح صح يا اخي، الناس زمان خلاوها كان يهضروا هكذايا. يا خويا العزيز انت علاش داخل تما عندك ماتش بالسبت، فاهم؟ انا نقول في امر اسك هادو هما كاين لانفليونس على لي جوار هادو، كاين اللي يتحكموا، اسكو كاين دي جروب مقسومين، دونك مي اذا كان جروب في مدينة الجزائر مقسوم على ثلاثة ولا على أربعة، تسمع على بالك باللي ماشي شامبيونة اللي ما تديهاش، فهمتني؟ صح صح ماشي شامبيونة اللي ماشي راح تديها، ما كان أبد لازم خويا لما درت أن جروب سعودي سوليدار، راك فاهم؟ وين يكون أن أونترينور كما يقول لك أسيف أسي فيرم، ما درت والو خويا العزيز. وهادو هما اللي جوا نقول لهم أنا واش غنقول لك يا خويا، هذه سي لافي بريفي تاعهم، مي حاجة كيما هذه فضل اسمح لي، مستحيل. لما قلت اسمح لي فقط في عجالة، نعطيك اسم لو تسمح لي. لما قلت مدرب صارم، يعني مع احتراماتنا للنغيز، واحنا قلنا لسنا هنا لخدمة أي طرف كان، طرح في وقت من الأوقات ربما المدرب المغربي المعروف عموتة، المدرب الحالي للمنتخب الوطني المحلي المغربي، مدرب صارم فاز بألقاب، فاز بالشامبيونز ليج، مدرب عموتة، تشوفه مدرب مناسب للجزائر بصرامته شوف صراحة بصراحة؟ كاين بزاف اللي كاين مدربين بزاف، يعني أنا واش نشوفها لا ذكرت العموسة لأنه طرح اسمه، كان في المحيط بعض الشيء طرح اسمه. باسكو علاش، هو ديجا هو يعرف يعرف الشامبيونات تاعنا، فاهم كيفاش، هو يعرف اللاعبين تاعنا، اللاعبين المغاربة رانا عقلية قريب وحدة، صح فاهم كيفاش، نعم ومنضبط على واش نعرفه عليه، فهمت، إنسان يعني الانضباط والصرامة، يا صح انا صح ترينور اللي يكون مرخي ما درت والو خويا العزيز، صح سيدو مع اللاعب جزائري، انا جزائري، لاعب جزائري على كل حال، تما نعرف روحي ونعرف اللاعبين اللي كانوا معانا ونعرفهم كاع ونعرف عقليتنا بعضنا بعض، يعني انا ترينور اللي يتراخى معاك، يعني ان جوار الجيريان فهمتني، هو يزيد يطلق هابيس، فهم بصح كي يكون ان ترينور كيما يقولوا لك سوليد، عرفتي كيفاش، نعم انا كل شيء يتبدل، كل شيء يتبدل، انا كل شيء يتبدل، انا ممكن نقول لك تقدر ترشحوا في مدير الجزائر سون بروبليم. بارك الله فيك فضل. آخر سؤال، أحد آخر سؤال، وبارك الله فيك على صدر على 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 رحب بصدرك معنا. قال لك واحد سليم رباح، لماذا غادرت من الجزائر رغم أنك كنت 10 قبطان ومحبوب الأنصار؟ شوف مولية الجزائر يعني أنا من نار قدومي، فهم كيفاش؟ بعدين ربما غادرت شباب بلوزداد، صح فضيلة؟ 2000 الله أعلم. نعم غادرت من بعدها شباب بلوزداد، نعم بعدها غادرت من المولودية شباب بلوزداد؟ لا، رحت شباب قسنطينة، شباب قسنطينة، أوكي. أها. قسنطينة، من بعد درت أن تي باساج يعني في لايسو، أها.
وين بعد غادرت رحت للسي ار بي. طيب السي ار بي تما دونك اللي دونك فكرت دونك عليه. الجواب لماذا غادرت؟ بون باش نولي ولا اخ الاخ تاعنا هذايا باش نقولوا شوف باش يكونوا يعرفوا كاين بزاف لي بروج ديالي ومام يعني مام لي ديريجون يقدروا يقولوا لك باللي فو دي حجاج انا كي جيت مولد في الجزائر يعني ما تقابل هي ماشي امر ناس تديها من طبع تاع امر دراهم باسكو والفنا احنا يقول امر دراهم فهمت صح امر دراهم امر هادي يا خويا انا جيت العام الاول ما تقاضيتوش وحده صح فهمت لعبت هكذاك فهمت دوزيام ندي دي كونترا انا كنت نروح نسيني باش يعرف هاد المناصر ان شاء الله ويفهموني المناصرين كامل فهمت كيف لا واحد ما يغلط في حق واحد انا كنت نطلع نسيني في المولودية الجزائر شوف شهادة كاع لي بريزيدون اللي كان نروح نسيني ونجي خارج ما على باليش حالي حطو ما على باليش حالو ما اللي بوسيما ما يقول لي نعطوك طون السلام عليكم السلام عليكم نعم فهمتني صح انا لحقت وين عامين ما تقاضيت والو خطلي لا من العام الاول كيفاش رحت للمولودية رحت انايا رحت القطر يوم 2010 فهمتني رحت القاطع وين كيقول لك ان جوا خش لا لوا ذاك الوقت اللعاب اللي يكون ما تقاضاش شهريه 3 شهور وداو منها يروح لا فيديراسيون يحط اسمه تاعو باش ندير لا ليبيراسيون ما رحتش نلعب كاع في الجزائر رحت القاطع ما بين العرب هكذا رحت تما وريحت قريب 3 شهور و فيديراسيون لي نمرو ديال دارجي يعني تكلموا مع هذا الفريق على جال لا ليبيراسيون تاعي هكذا خويا العزيز كيفاش كي عاودت وليت كي حطيت انا لا روكات تاعي ونيفو ليتيج مونديال دالجي خرج اخر من بعد عاودت وليت ولعبت مع في المولوديه والبريمي ماتش تاعي كان في بليده في الروتورا في بليده كونتر بليده ودرنا واحد واحد تما مازال ما مي شافي يعني جي دوني ان باس سليم بومشرا بيناتي ماركاها خلاص الماتش ان بارتو كنا خاسرين ادينا عافية الشامبيونه قعدوا دو ماتش لا فان خرجت ان ديسيزيون قال لك فوضي الحجاج لا جولي لي كوم دو مولوديا دالجي اسمها مليح الخلاطه فهمتني نعم انا جي جولي لي مولوديا دالجي او عمر غريبه ويقول لك لا هنايا سيتي انا فوك ايلو ماشي كيفاش نعم. هذاك الوقت يقدر شكون الخلاطين اللي بعد داروا باش يحطوا في اسمه جولي او لو كونت تاع مولوديا سيتي ان كونت نوفو كونت اللي انا ما على باليش كاع به فهمتني ولصقوها في فوديلا سي سا حطوها شوف حطوها عليها وعمر يا خو هنا ما عندوش شهاد كذاب عمر كان هذاك الوقت هو وعمروس هكذا مي كان عمر هو اللي كيتحكم في كلش او عمر يقول لك عيط مع لافوكا تاعنا كيف كيف هاي ليك هاي ليك انا من كثرة شغل شفت باللي بداو خلطوا لي باسكو عاودت وليت المولوديه كيف كيفاش وداروا بيا تاريخ كيما كانوا يديروا مع الاول ويقول لك فوضي الحجاج انا كنت نضارب على المولوديه ادور وليت يقول لك يخلط المولوديه احنا الحمد لله يعرفون المونتيلمون تاعي الحوم تاعي خويا ما يكفي 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 شرفا من القذفه تاع 2007 فضيل فضيل هذه نحكيها لك هذه نحكيها لك على المباشر فضيل هذه انا دخلت هذاك مع الصدع 7 ونص ما نحكوش ما عروندمو حاجه ويعني وحب الفريق حاجه فهمتني دونك لا انت دير ديزيكسيبسيون باش يولوا عليك شر فهم كيفاش يا خو لا اله الا الله محمد رسول الله انا ما خلصتش لا سيزون قعدوا دو ماتش حبست قلت له العمر السلام عليكم ما نزيدش نجي فهمتني ها يقولها لك عمر يعاود يقول اذا اسباب اسباب واضحه جدا اسباب واضحه جدا فوالا اسباب وكان ما درا ما دوك انا زعما جول عندي ولا يا اخي روح بلوسي جوستيس وما تسي جوستيس يبدا يواسي فيهم ويحط الفيال فهم كيفاش ماشي ما جاش ومازال يعني نهضروا صراحه يا اخي نهضروا بصراحه الى يومنا هذا خلاص عندي صيغه تنفيذيه للان صيغه اسمع لي مليح صيغه تنفيذيه ضد مولود الجزائر دوك نقول لك من هذاك الوقت لهنا احسب فهمتني 2010 راني 11 سنه عمري ولا نفذت صح صح فهمتني فيها دو كونترا دو تحسب عندي تحسب ليك هذه فضيله لا غروس انا نعم تحسب ليك قلت لك تحسب ليك يعني تحسب لمبادئك واخلاقك فهمت حابين نقول لك الناس اللي كانت تقول فوضي بالك ريكلام على جال درام وشوف ولاد الفريق كيفاش لا لا انا وليد الفريق نحب الفريق صح انا اللي يجي قابلني فيه وتشي نوري له سيره تنفيذيه بعينه يشوفها فهمتني نعم. انا ما نفتش المدير الجزائر ما قرين سال في المدير الجزائر جوسكا بريزون عمر جاوني ولا انه حقك فضيلة ما يش والله حقك يعني ها يا اخي مقربين للفريق اللي
مازالهم دوكا فهمتني، مازالهم كيقول لك مازالهم يخلطوا في المولوديه. جاوا لي قالوا لي فضيل ارواح راهم جاوا اسمعش ما تديش دراهم، قلت لهم ما نديش، فهمت؟ اللي فات فات، ادالي الله يسامحه، راك شايف كيفاش؟ نعم. هذاك هو، انا ما دات لي المولوديه، انا مولودية دات لي اسم، مولوديه رحت بها وتشارت بها ولعب في اوروبا بها، راك شايف كيفاش؟ الحمد لله يا ربي، فهمت؟ نعم. كانسان كلاعب دوزت وخليت بلاصتي نقيه، وين رحت لعبت خليت بلاصتي نقيه، الحمد لله، بارك الله حقوق فيك. المولوديه، ولا كنعاونوها نعاونوها لله في سبيل الله، ما كاين اي مشكل، راك شايف كيفاش؟ كيسحقوا كاش حاجه يا خويا، ما لباش ان بروجي ولا نجو نعطو. إن شاء الله انا راي زياده في المولد الجزائر، إن شاء الله ماشي مش خويا. مخلع حنايا زعما نستناو يبروبوزيو لنا يعني دي بوست. انا والله كانسان انا نحكي لك من دوكا، انا والله ما نسحق البوست، ما نسحق لا ماناجر لا، فهمتني، راك لا حاب تخدم مسير، الفريق من قلبك يعني، بخالص النية فاهم، فريق من البعيد إن تجي شاء الله. تشاورني تقعد معايا نعطيك وروح، فهمت، وما صح تذكرش من با اسمي.